فيلم Bone Sacrifice تبدأ قصة الفيلم بأحداث حقيقية صارت بسنة 1951 بنيويورك الأمريكية، وهنا نتعرف على ولد عمره 8 سنوات اسمه بوبي، ونشوف أم بوبي واللي اسمها روجينا، وهي دائما تحذر ابنها من الاقتراب أو اللعب ويا أحد، لأن روجينا من المعارضين للحكومة بهذاك الوقت، لذلك هي تعتقد أنه الـ FBI كانوا دائما يراقبوها، فتخاف كلش على بوبي. وبوبي على الرغم أنه هو طفل صغير بالعمر والمفروض أنه يلعب الألعاب اللي كل الأطفال اللي بعمره يلعبوها، إلا أنه بوبي كان عنده شغف بلعبة ثانية وهي لعبة الشطرنج، وكان دائما يتمنى أن يصير محترف بيها. والحسن الحظ أمه تلاحظ هاي الموهبة فتقرر أن توديه نادي لتعليم الشطرنج، وفعلا المدرب مات انبهر من أول لعبة لبوبي، وهو قال لأمه أنه بوبي له مستقبل كبير بهاي اللعبة. وبالفعل مثل ما توقع المدرب، بوبي استمر باللعب والتدريب وكان مخلي كل تركيزه بالشطرنج، ووراها تمر سنوات طويلة ونشوف بوبي هو كبر وصار محترف لعبة الشطرنج، لدرجة أنه بدأ يلعب ويا رجال أكبر من عنده بسنوات، وهو كان يفوز عليهم بكل سهولة. وبوبي حرفيا كان مهووس بهاي اللعبة، لدرجة انه كل الكتب والمجلات والجرايد اللي يشتريهم كانت تتكلم عن الشطرنج ولعبتها، وهو صار منعزل عن العالم، وصديقة الوحيدة بهاي اللعبة هي لعبة الشطرنج. وبوبي كان ما يحب احد يقاطعه اثناء قراءة الكتب مالت الشطرنج، وبسبب هذا الشيء مرة من المرات تتعصب على امه، لان هي دائما تشتت انتباهها او ما تخلي يركز بالقراءة. فبوبي طلب من عندها انه تنقل البيت الثاني حتى هو ياخذ راحته بالتركيز على الشطرنج. وبثاني يوم اخته جوانا راحت لبوبي وقالت له انه امنا راح تنقل لكاليفورنيا وانه هي سوت هذا الشيء على مودك، بس بوبي عصب ويقول لها انه هي سوت هذا الشيء على مودها هي، وانه هي كانت انانيه من زمان ومنتظره الفرصه اللي تعوفني بيها. بعدها بوبي يستغل هاي الفتره ويركز باللعب اكثر لحد ما يقدر يفوز بالاولمبيات مالت اللعبه، وهو صار اصغر لاعب شطرنج بتاريخ اللعبه، وصار التركيز عليه قوي جدا من قبل الاعلام بسبب احترافيته ومهارته باللعب. وراها نوصل لسنه 1962 ونشوف بوبي كبر وصار شاب ويلعب الشطرنج، وهو صار ينافس اعضاء الاتحاد السوفيتي والروسيين. واثناء اللعب بوبي لاحظ انه اكو تحيز للاعضاء الاتحاد وانه مقيمين اللعبه يتقصدون يفوزوهم، فبوبي ينزعج ويعترض على هذا الشيء، وهو قرر انه يعتزل اللعب لان المنافسين دي يفوزون بكل الاحوال لان هم من الاتحاد. او بعدها بكم يوم محامي بوبي واللي اسمه بول يروح له ويحاول يقنعه ويقول له انه ما حد غيرك راح يقدر يفوز على الاتحاد والروسيين، ويقول له اذا ترجع تلعب راح ارفع قضيه اطالب بيها بلعبه شطرنج وفق قواعد عادله ومثاليه. وبالفعل بوبي وافق من يسمع بهذا الكلام، ووراها بول يروح للاعب ويليام واللي كان سابقا بطل العالم بالشطرنج، ويطلب من عنده انه يدرب بوبي اكثر ويعلمه استراتيجيات جديده. وفعلا ويليام يوافق، وهو يروح يقابل بوبي وينبهر من ادائه، بس ويليام يقول لبوبي انه لعبه الشطرنج هي مو فقط تحريك القطع وانما هي لعبه سياسيه على لوحه شطرنج. بس بوبي كان ما مهتم وكل اللي يهمه انه يفوز على الاتحاد والروس. ونعرف انه بهذا الوقت كانت الاوضاع متوتره جدا بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه، بس مع ذلك يوصلون لاعبين الاتحاد الكاليفورنيا على مود يلعبون الشطرنج بجولات وديه ضد الولايات المتحده. ونعرف انه بوبي هو قائد فرق الولايات المتحده او مترأس الفريق، اما بالنسبه للاتحاد فكان اللاعب بورس هو اللي مترأس فريق الاتحاد السوفيتي. والمدرب مالت بورس يحذر بورس من بوبي ويقول له انه بوبي خصم ما يستهين به ابدا، وهو مو سهل لان هو يلعب الشطرنج من عمره 8 سنوات ولهذا السبب هو كلش محترف. وبنفس الوقت ويليام كان يحذر بوبي من لواعيب الاتحاد وينطي خلفيه لكل واحد منهم، بس للاسف بوبي كان مغرور بنفسه وما يسمع اي كلام من ويليام ويقول له انه انا راح اهزمه باقل من دقائق. او كانت اول لعبه راح يلعبها بوبي هي ضد اللاعب ايفي اللي كان الرابع على العالم ببطوله الشطرنج، وفعلا بوبي قدر يفوز عليه بكل سهوله. او كان هاي اول مره واحد امريكي يفوز على روسي من الاتحاد السوفيتي، وطبعا هذا الشيء كانت هزيمه قويه للروس والاتحاد السوفيتي، والاخبار والقنوات وكل المجلات والجرايد والصحف ما كان عندهم اي خبر سوى فوز بوبي على الاتحاد الروسي، وكل الامريكان كانوا حاطين امالهم على بوبي انه يربح كل الجولات ويهزم الاتحاد والروس. او وراها تنعلن الجوله الثانيه اللي راح يلعب بها بوبي ضد بورس، والناس كانت تترقب هاي الجوله والكل يحكي عنها عدا بوبي اللي للاسف الغرور تملك من عنده كليا، وهو بدا يشوف نفسه انه احسن واحد بالعالم، وحتى رفض انه يتدرب قبل جوله بورس، وهو دخل القاعه بكل هدوء وثقه عاليه. او بالفعل بدت المنافسه بيناتهم، لكن الصدمه كانت للكل لما بوبي خسر امام بورس، وبوبي شخصيا كان مصدوم لدرجه طلع من المبنى ورفض انه يحكي ويا اي واحد من الاعلام، وايضا مصدمته رفض يسلم جائزه المركز الثاني، وهو راح وقعد لوحده على البحر. او بالفندق ويليام يقول البول انه الاتحاد السوفيتي والروس ماخذين هاي اللعبه على محمل الجد او كانه كحرب قائمه، لذلك اي فوز يحققوه بهاي اللعبه هو يعتبر هجمه على امريكا. بعدها بوبي رجع للفندق على مود يكمل لعب، بس للاسف بعد خسارته امام بورس هو فقد الثقه بنفسه وبدا يتوهم بهلاوس ان الروس يراقبوه ويريدون ياذوه وان هم كل السبب ورا خسارته. وهنا جوانا اخت بوبي تتصل على بول وتطلب انه تقابله، وفعلا
بول يروح ويقابلها، وجوان تقول له انه بوب ده يعاني من نوبات اكتئاب حاده ووسواس وهلاوس، وهذا الشيء واضح عليه من الرسائل اللي جاي يكتبها اليه، او انه لازم تقنعه انه يراجع دكتور نفسي. فبول حاول انه يهديها ويقول لها انه انا راح اهتم بهذا الشيء. او وراها بكم يوم بوبي قدر يفوز على بطل العالم الروسي، او كان هو حديث كل الاعلام والكل يرجع اماله بوبي. لكن بوبي بهاي الاثناء كان كل السعيد باللي سواه، وهو طلع بمقابلات ويا اشهر القنوات الامريكيه، او وصف نفسه بان هو اعظم لاعب شطرنج بتاريخ اللعبه. بس للاسف الهلاوس والوساويس بقت مستمره عنده، وحتى هو بدا ما يثق لا بوليام ولا بول. ومن عرف انه بول قابل جوانا اتعصب وهدد بول بانه يرفض من الشغل اذا تكرر الامر. وهنا بوبي بهاي الاوقات كان يشعر انه كل العالم جاي يجهز له مكائد ويريدون يخسروه، وانه الروس والاتحاد هم اللي يسوون كل هاي المؤامرات عليه، لدرجه انه هو حتى الاكل اللي ياكله امر انه ينطبخ قدامه على مود هو ياكله بدون ما يتاذى، وانه هو مقتنع انه اكو ناس تريد تسممه. اما ويليام وبول فهم كانوا شايفين انه بسبب هاي التصرفات فبوبي راح يكتب نهايته بايده. ووراها بوبي وبول وويليام يسافرون لايسلندا حتى يكملون الجولات. وبوبي من يوصل للمطار يتفاجئ من كميه الاعلام والصحافه اللي كانت تريد تصوره، فهو يخاف من عندهم ويهرب. وبسبب خوفه هو ما قدر يحضر حفله الترحيب بيه بايسلندا. وبوبي هنا رجع للفندق وكان يرتعش من الخوف، وهو بسرعه اتصل بجوانا، وهو قال لها انه بول ما منع الصحافه والاعلام من المطار، وانه الاتحاد والروس يلاحقوني على مود يقتلوني. فجوانا تعرف كميه الاكتئاب اللي بيه بوبي، ووراها بول يقول لبوبي انه مو كل الشروط راح تتنفذ، بس انت لازم تكمل لعب لان انسحابك بحد ذاتك هو فوز للاتحاد والروس. وهنا بول يحجز بيت منعزل عن العالم حتى بوبي يسكن بيه بعد الحاله المدهوره اللي هو بيها. ووراها يجي يوم الجوله اللي راح يلعب بيها بوبي ضد سباكس بطل سابق بالشطرنج. او طبعا بهذا الوقت كانت لعبه الشطرنج هي شبه اثبات بافضليه الاتحاد او الولايات المتحده الامريكيه، لذلك نشوف انه رؤساء الدول بنفسهم يتابعون هاي الجوله باهتمام كبير جدا. وبالفعل اجى يوم 11 يوليو من سنه 1972، وهو اليوم المنتظر للعب بين بوبي وسباكس، وفعلا بدت اللعبه. بس للاسف بوبي كان كلش متشتت، واقل صوت يشتته وينزعج منه، حتى صوت الجمهور والفلاشات مالت الكاميرا حرفيا ما كان يقدر يركز باي شيء بسببهن. وللاسف تنتهي الجوله فوز سباكس، لكن سباكس كان منزعج لان يعرف انه بوبي تقصد يسوي حركه غلط على مود يخسر نفسه، وانه سباكس ما فاز بجهوده. اما بوبي فهي كانت حالته كلش متدهوره، ويتعارك هو ويليام دائما ويقول لهم انه اريدكم تمنعون الكاميرات والجمهور، وحتى طاوله الشطرنج لازم ما تطلع الصوت، وانه الروس والاتحاد هم ورا كل شيء. لكن ويليام ما تحمل هاي المره وعصب على بوبي، او قال له انه انت شخص غير مسؤول وخليت اوهامك تسيطر عليك وتخسرك. وبثاني يوم يجي موعد اللعبه اللي راح يلعبها بوبي ضد سباكس، بس لان شروط بوبي ما تنفذت بوبي ما يحضر الجوله اصلا. وهنا الجوله تنتهي فوز سباكس باعتبار ان الخصم ما تنسحب، بس سباكس يعتبر هذا الشيء اهانه اله لانه بوبي رفض يلعب وياه. واداره الجولات تعلن انه اذا بوبي ما حضر الجوله الثالثه راح يطلع من كل الجولات، وبهيك حاله سباكس هو الفائز. وبهاي اللحظه نشوف بوبي وحالته كلش حرجه، وهو كان يكسر بالغراض اللي بغرفته لانه باعتقاده اكو كاميرات واجهزه تجسس بداخلهن، وحرفيا هو دمر كل شيء. وبنفس الوقت نلاحظ ان سباكس بدا يشعر بالاهانه، وانه فوزه بهاي الطريقه ما يعتبر انجاز ابدا، وايضا بدا يشك انه الامريكان يراقبوه ويتجسسون عليه. لذلك سباكس طلب من الاداره ان توافق على شروط بوبي، وفعلا تم هذا الشيء. وهنا بول فرح بالخبر، وهو راح وبشر بوبي انه شروطه تنفذت، وفعلا بوبي يلعب ضد سباكس بغرفه معزوله تماما، والغرفه ما بيها اي احد عدا بوبي وسباكس وكاميرا واحده فقط. وبالفعل بوبي قدر يرجع تركيزه، او قدر يلعب باستراتيجيات جيده وعاليه. وهنا واخيرا هو حقق فوز ساحق على سباكس، ورجع بوبي تملك عرش الشطرنج مره ثانيه. وبهاي الحاله كان بوبي وسباكس متعادلين، وباقي جوله واحده ويحددون الفائز منه. وبوبي بهاي الجوله وافق انه يلعب قدام الجمهور، بس سباكس هو اللي حالته كانت تعبانه جدا، وهو بدا يشعر بنفس الهلاوس اللي شعر بها بوبي، وبدا يتحجج انه الكرسي مالته يطلع اصوات، لكن هو استمر باللعبه. وبوبي كان هاي المره مسيطر على تركيزه، او قدر انه يلعب بحركات جديده ومبتكره ما حد شافها قبل، وهاي الحركات ابد ما ذكرت بكل كتب الشطرنج. واخيرا بعد صراع كلش طويل انتهت الجوله بفوز بوبي على سباكس. لكن سباكس ما كان مزعج، بالعكس هو كان فرحان، لانه على الاقل هو خسر بشرف احسن ما يفوز باهانه، وامريكا كلها كانت فرحانه بسبب هذا الفوز، والكل كان يشجع بوبي ويحييه. وصار بوبي هو اصغر لاعب بتاريخ الشطرنج، وهو لقب باللاعب العظيم. لكن بوبي للاسف حالته النفسيه وصلت مرحله متاخره من الاكتئاب، وهو كان يشعر انه هو وحيد ومنعزل عن العالم، وللاسف بدا يغيب عن هوايه جولات وما يحضرهن، واذا حضر ولعب فيخلي خصمه يفوز عليه بسهوله، لان هو بعد ما عنده شغف بهاي اللعبه. وللاسف اختفى بوبي تدريجيا عن العالم، وبثمانينات القرن الماضي رجع ظهر مره ثانيه، وادعى انه هو كان محبوس ويعذبوه، بس كل هذا الشيء كان فقط اوهام براس بوبي، وهو رجع
نجح بسنة 1992 ولعب الشطرنج، وطلب انه يلعب ويا سبوكس بالتحديد. لكن بهاي السنوات كانت الحرب بذروتها بين الاتحاد السوفيتي والامريكان، لذلك الاتحاد اعتبر انه بوبي دي يوجه اهانة لهم وايضا دي يذكرهم بخسارتهم، لذلك تصدر مذكرة قبض بحق بوبي. بس بوبي قدر يهرب لايسلندا ويصير لاجئ منهم، وبسبب هذا الشيء الاتحاد ما قدر يقتله. وفعلا بوبي قضى بقية حياته بايسلندا ومات بها كلاجئ امريكي سنة 2008. واللي نقدر نتعلمه من قصة بوبي انه مهما كان الانسان قوي وعنده مهارات، لكن اذا هو سمح لأوهامه وهلاوسه وافكاره السلبية انه تسيطر عليه، ما راح يقدر يستثمر هاي المهارات ويحقق من عندها النجاح. لانه مثل ما عرفنا انه بوبي كان اعظم لاعب واصغرهم بالشطرنج، بس للاسف مثل ما توقع بولو ويليام انه هو كتب نهاية المأساوية بايده، لانه هو استسلم للمخاوف اللي كانت مسيطرة عليه. ولهنا تكون نهاية الفيلم.